السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي تكون رسالة المؤمن وجماعة التي تقدس الأشخاص وترفض النقد البناء لتصحيح ما يجب تصحيحه. هضرناها من قبل وظروف هذه نزيدو نهضروها. يجب يعني وين شأن تصريحات بعض الناس يقول لك بلي بونجاح مازال يقدم، محر بن عمري مازال يقدم، ما ننساوش شادر في 2019. رانا في 2020، رانا غادي ندخلوا 2023، على بالكم بها. تما رانا هاكا رانا رايحين 2022، رانا فيها. تما رانا غادي ندخلوا 2023، على بالكم بها، على بالكم بها ندخلوا 2023. 2019 2022 رانا في 4 سنين، زيد 5 سنين تاع 2023، مش مأمنين. قال لك سليماني حالة خاصة. سليماني على حالة خاصة؟ علاه سليماني حالة خاصة؟ علاه حالة خاصة؟ باهي يحطم رقم قياسي تاع جنوب افريقيا، تاع جنوب امريكا، اش باهي يدير؟ صايك عمال ديك تربح لعب، صايك روحها، روح لازم جديدة. انا نقولو ونعاودو الى باين ننجحو، باين ننجحو. يا ولي ثلاثة لعابة برك يقعدوا من هذا الجيل تاع 2019، خلينا من آدم الوناس وراشيد غازل، رانا نجبدوا على ليكيب تيب اللي كانت تلعب، ليكيب تيب اللي كانت تلعب. يقعدوا ثلاثة برك، يقعد ماندي بن ناصر ومحرز، ثلاثة برك. الأخري قاعد تدار يوم على بالك المدرب هذا وين كان ما يعطيش، ماشي داير ثقة في الهرم. لعابة لعبوا كونت ايران، شاكي ما كان والو، حاجة سهلة. رانا نقولو ونعاودو، الناس ما بغيتوش تفهمو. اللاعب دروك راه كيما الماشينة، لعاب عطيه بلون سيما تاعك كيما تلعب، خليه يدخل يطبقها. إلا كان قوي يطبقها ويربحك. على بالنا بلون سيما تقلبه، هذاك بلون سيما اللي لعب به كونت ايران تقلبه تعطيه للمحلي تخسر بربعة، على بالنا صح. حقيقة تقال، أو ما زلنا الناس يعني اونترينير خايب اللعابة ماشي باغي ديكلاري شكاين كاش هادي كاع. ما تعيطلوش، ماشي تقولو بلي أنا ما نقولهمش ما تعتازلوش، ولا يقولو ماشي المدرب يقول ما اعتازلو ولا ما تعتازلوش. أنت عندك قائمة 23 لعاب، تم 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 ما كاش هذاك اللعاب صحيح نورمال. حنا شفنا صوالح كانوا يصراو في النتائج الديكتاتورية، بنجح مكاش في القائمة، هي نورمال مكاش. ما نعرفوش يجي للستاد، نعرفو يحتفل معايا احتفالات. هذه اللي خلاتنا ما نروحوش كوب ديمو. كاين واحد الأمور ما خلوناش نروحو كوب ديمو، هذه هي. والناس اللي يقول لك ما يبغوش يعني النقد البناء والتصحيح ما يجب تصحيحها وقبل فوات الاول، هي فاتت الاول. كنا نقولوا دقنيقه ناقوز الخاطر، ناقوز الخاطر، ها حودي ها حودي هاي جايه، حرزوا روحكم. ما كانش قال يسمع بلي اعصار كاترينا راه جاي، جا ضرب اعصار كاترينا، لا كوب دافريك لا كوب ديمون. اقعدوا تقارعوا دروك قبل المكلف بالاعلام، قبل لا يتلاقى بالمدرب ولا يعاير في حافظ الراجي. قال لهم بلي احنا ما عندناش، ما كاش حاجه تثبت بلي بارتي التعاود ولا تلاقى بالمدرب. قال له بالك انت تهدر، هاش تهدر. خرج قال يا ودي الفيفا مازال ما قالت لناش. يا ودي ما زدتو تكذبوا، اقعدوا تقارعوا، اقعدوا تقارعوا. والناخب الوطني ارتكب اخطاء فادحه عندما اقحم نفسه في أمور لا تعنيه وتجاوزت صلاحيته كناخب وطني. مهمته تدريب المنتخب والعمل على تطويره ورفع مستواه باستمرار فقط. أنا ما تجي تقول لي كان باك تعقلوا عليها، الشعب كونتلي كونتر زاتشي باش يروح. هو قال لهم زاتشي هو اللي يخدم وأنا خاطيني، زاتشي هو ولا يقول زاتشي عنده 60 مليار باش نكاليفو كوب دافريك، أغلى مدرب زاتشي. من بعد الناس ولا يقولوا بونجاح، قالكم لا بونجاح يلعب، بونجاح اللي خلوه غير طبيب، ما عرفنا احنا لا بونجاح لا طبيب ولا يلعب ولا منا. تما دائما يجي ضد هو عنده ناس اللي يجوا مع كلامه، مع الوحي اللي يطلقه هو، الوحي اللي يطلقه هما يتفرع عليهم بالكذب.
هذا مكان. وكان يجب على الناخب الوطني القيام بتدعيم منتخب وطني بعد تتويج بكأس إفريقيا بلاعبين شباب من المستوى العالي لتعويض من يتم اعتزالهم سواء لكبر سنهم أو نقص مردودهم وانخفاض مستواهم. لكن استمراره بنفس اللاعبين وبنفس التشكيلة لمدة 4 سنوات ورغم سلسلة النتائج الدكتاتورية الإيجابية والتي أجلت سقوط الحر الذي كان منتظر وظهور علامته منذ مدة بانخفاض مستوى المنتخب الوطني الذي أصبح وإن كان وإن مالغري يعني وإن ولينا نربحه بدون مستوى. والله لاني عاقل عليها مليح، أنا اللي ربحنا تونس 2-0 قلت لكم والله نيتنا هي نيتنا على ليكيب ناسيونال. الناس دار لك خوان هذو اعداء. انا شاقول كنت والله لك غير خسرنا كون تونس 2-0 ولا 3-0 علاه باش يبانوا العيوب في طوعي عندنا ندخلوا الكاليفيكاسيون كوب دي موند يعني بالك يكون تغيير ولا. ودي الناس ما خلاتليش، الناس ما خلات وليت من بعد درت فيديو اللي قلت لكم غير نخسروا ماتش اميكال ما نخسروش شي مباراه صعبه. ايوا اللي قال لك انتوما تكرهوا ليكيب ناسيونال صح. معليش روحنا الكوب دافريك شاهدنا رغم ان كانت عنده فرصه 28 لاعب عنده لاعبين تحصلوا على كوب داراب عنده لاعبين تحصل على كوب دافريك كانوا ابطال افريقيا كانوا مازال ابطال افريقيا بصح ما عرفش يستغلهم ما لعبوش وكاين اللي طردهم كيما طوبه ما عيطلوش رشيد غزال ما عيطلوش رغم ان رشيد غزال كان احسن لاعب في البرتغال بطل في البرتغال وزي في التركيا قيله وتركيا وبطل يعني كاس تركيا فانيك واحسن ممرر وما عيطلاش طوبه ما عيطلاش اندي ديلور نعرفوا كاع القضيه كي دايره هذه هي وين رغم ان علامته كانت وين ظهرت علامته منذ مده بانخفاض مستوى المنتخب الذي اصبح يتعادل بصعوبه كبيره امام منتخبات شابه يعني كما سيراليون خسرنا مع ولينا نتعادلوا مع فرق يعني مع منتخبات كما بوركينا فاسو كثر خير النيجر حنا انا بوركينا فاسو نقول لكم كثر خير النيجر زيد مع الكاميرون تما خسرنا مع الدراري الصغار وخسرنا مع الكبار. انا نقول لكم ونعاود مدرب انا نشوفه مع منتخبات التي تنتهج خطط جهنميه هذه هي انا من بعد ما زلتنا خدمه خلينا الناس هذوك تاع اللي يخرجوا التهليل ربحنا رانا 3 بدون انيزاب واحد قال لي ما تنساش تاع اللي ربحنا في الكاميرون نحسبوها 4 يا ودي احسبها حسب تاع الكاميرون حسب شحال تما شحال رانا 35 36 37 38 39 مباراة حسبوها كيما هكا رانا البرومي في الموند. وكانت الضربة القاضية في كأس أمم إفريقيا لكن لم يتفطن لها أحد واكتشف حينها وبعد الضربة القاسية بعدها اكتشف حينها المناصرين والناخب الوطني أن المنتخب الوطني أصبح عاجز وأغلب اللاعبين سنهم لا يسمح لهم يعني منافسة لاعبين شباب في لياقة وقوة بدنية وريتم عالي الذي فرضته المنتخبات التي تقابلنا معها مؤخرا وخاصة يعني أمام كهول الكاميرون والتي اعطيناهم الفرصه كبيره والخطه اللي لعبنا بها يعني خطه 5-2-3 يعني ما هذيك البارتي يعني احنا صدقناها. والان هل الوقت يعني لان الوقت مناسب لضخ يعني بعد فوات الاوان والاقصاء والنكسات معليش ما نحصلوهاش في المدرب، مدرب خاطئ، مدرب تنحسب عليه غير ربحه. الخساره ماشي هو خساره نحصلوها في 7 خوانا
حصلوها في قرعة ريحة، في قرعة دوب، حصلوها في رئيس اتحادية، حصلوها في المخرج، حصلوها في في الاربيت، في يعني حصلوها في كالغاشي. مدرب خاطئ، مدرب تنحسب له هذا تروا بارتي تاع تويلا برك، مدرب تاع ربحة مش خاطئ خسارة. يعني والان بعد فوات الاوان وقبل بعد فوات الاوان وقبل فوات الاوان الوقت المناسب لضخ دماء جديدة يعني من الناخب الوطني، هذا ما نعرفه في الايام القادمة المقبلة. تعال نشوف حاجة جديدة.